ناطرتك كل الوقت. صحي من دلوقتي؟ أنا بحاجة أحكي معك فواز. ماشي خليها الصبح. معلش كرمالي فواز. شاف ولا لمح حد فينا؟ احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ دلوقتي المهم حد فيكم سمع اي كلمه بتقولها له؟ لا صوتها كان واطي قوي. والنعمه شايفه ما في اوطى منها الواطيه. اه والله يا اختي يا موكوسه هتكون بتقول له ايه غير انها بتتنحنح يا هبله؟ بقول لك ايه يا اختي؟ هم اخواتك قالوا لك ايه بالظبط؟ قالوا لي ان هم فضحوا ابوها قدام الحاج وان كلامهم صادق وعندهم الدليل. بس كده بقى نقف عند الكلمه دي بقى، اسكيوز مي بقى، هو بقى يا اختي ليه ما طردهاش طرده الكلبه هي واهلها؟ دخلت الحاجة عليها مش مريحاني، مبسوط رايق مش متنكد في زبالة. لا يا اختي مش زبالة والله، ده كان طالع على فوق يعني اكيد كان هيبات عند واحدة فينا. يا عبيطة يا عبيطة، ما هي برضك مش سهلة البت سوسة، خدته كده على مشامه اول ما دخل راحت مصطاده ومطلعه على فوق بدل ما يدخل عند واحدة فينا. يا عبيطة يلا يا خايبة، ما احنا كنا لازم نسمع اللي بيقولوه عشان نفهم هو بيفكر في ايه. اسمع الله سهلة دي قوي، اتفضلوا معايا يلا بينا نتصنف على الباب. يلا اتفضل. لا يا اختي حض الله بيني وبين التصنيف، خلاص كفاية اللي حصل ده. ايوه يا خايبة بس احنا لازم نعرف عشان نفهم. استني استني. مين؟ انا زينب يا ستي. عايزة ايه يا بنتي يا زينب؟ حاجة مهمة. خليها خش خليها تسمعي. خش يا اختي انت لسه هتبقى نجي. في ايه؟ انت عايزة احكي لكم على اللي سمعته. ما تطلعي ساعتها ليه؟ ماما قالت لي شو صار مع البابا. في اشياء كتير لازم تعرفها حتى تكون رايحة الضمير اتجاهك. اشي زي ايه بقى؟ البابا طلب من الماما انه تخليني اتجسس عليك، كل شي اعرفه عن شغلك ابقى بلغه اياه. وانت قلت لها ايه؟ طب رأيك شو قلت لها؟ انت حبيتيني بجد ولا انت حكايتك بالظبط؟ بالأول كنت فرصة لإلي مثل حياة لبنت، حياة لبنت عندها أحلام كتير وحابة تحققها. فجأة طلع الإنسان اللي بيقدر يحقق لها كل شيء قدامها، فتركت خطيبي. كنت بتحبيه؟ لو كنت بحبه ما كنت تركته لو معك كنوز الدنيا كلها. حب بيعمل أشياء غريبة بالبني آدم، شي بحياتي ما عرفته ولا صدقته غير من فترة قصيرة. كلامك الليلة دي غريبة أوي، مش قادر أفهمه غير كل كلامك اللي قبل كده. أنت نفسك حاسك كأنك واحدة تانية، إيه اللي بيحصل؟ ما بعرف، أنا نفسي ما بعرف شو بني فواز. أنا مني إنسانة بشعة تركت خطيبة كرمال أغنى منه. حتى لو المصاري كتير مهمة عند حياة لحدا، بس الست بالذات لما بتحب عن جد بتنسى كل شي قدام لحظة سعادة مع اللي بتحبه. اسمعي يا مايا، كل اللي بيني وبين أبوك انت ومش هينفع يكون في حياتي تاني، وانت قدامك الاختيار، يا تعيشي معايا وتنسيه يا تروحي معاه وتنسيني. كرمال كل لحظة حلوة عشتها أنا وياك، كرمال كل لحظة حب عشتها أنا وياك فواز. آخر كلمة بقول لك إياها، طلقنا يا فواز. لا تخانق معي ولا بهدلني ولا حتى جيب سيرتكم بشي عاطل. كل اللي عمله إنه خيرني بينكم وبينه، وكانت النتيجة إنه طلقني.
نفس اليوم يا فواز؟ نفس اليوم. يبقى هو هيك قصد يدمرني ويبهدل عائلتي. أي يوم؟ شو بتقصد يا بابا؟ احكي يا سليم، انت من ساعة ما رجعت من برا وانت مانك عباضة، حتى من قبل ماي ما تيجي وتعرف مصيبتها. يا جماعة، البنك حجز على كل مصرياتي وبيروت أعلنوا إفلاسي. شو؟ فلست؟ فرصة العمر ضاعت، والسبب ابن هالكلب. فواز ما إزاك بشي، انت الكي بدك تبيعه للناس ببيروت. على فكرة فواز عارف كل شي، عارف اللعبة من أولها لآخرها، هو اللي قال لي على هالحكي. قلت لك إنه ما نوسكن؟ قصدك مش عبيط يا ماما، نحن اللي تمعنا وهينا هلأ عم ندفع الثمن. حما تصلك صلاة، أمي ولامي القلقتي، أمي! أنا أصلاً ما بقى طايقة العيشة هون، أنا رايحة على بيروت، بركي برتاح منكن. يلا، وانت كمان هتسافري معها، والشقة هيدي راح بيعها عشان أعمل من مصرياتها مشروعي. بدك تبيع البيت اللي لا منا؟ شو بدك ياني عطت للنسوان؟ أنا لازم أشتغل مشان حل كل المصايب اللي فوق راسي. معنا هوني ما بدي تتركك لحالك. فاتية فاهميني، فواز الصياد فلستي، بهدلني، طلع بنتي، فهمي، لازم أعد له هون وخلص كل مشاكلي معه، وبعدين شوف مين فينا حيضحك في النهاية. الشيك ده هتوصله البيت سليم لشر، هتسلمه المايا. مايا يا زكي، مش أمه مايا ولا أبو مايا، مايا في إيديه. حاضر يا حاج، فهمت. بس إيه ده، أنت خلاص؟ وما تنساش تمضيها على الوصل. وصل؟ طب لو سألوني ده بتاع إيه أرد أقول لهم إيه؟ كل حقوقها اللي ليها عندي. خلاص، أنا مش عايز الحكاية دي أي ديول، عايزها تخلص خالص. أوامرك يا حاج. وتخلص وتجيلي على محل أبويا، عايزين نقعد مع بعض نتفق ونخلص حوار الدفليه ده. آه صحيح، الموديلات الجديدة جهزت ومستنية بس إنك تختار أنهي منها اللي هيتعرض. البركة. ماشي، يبقى إحنا نطلع على أبويا ناخده ونطلع على المصنع، وخلي مرسي يسبقنا على هناك، وش حتى ما يخلص مع أولاد عمي يبقى يحصلها. طيب، ده واجب الشغل وفهمناه. واجب الصحوبية بقى. ده واجب الصحوبية يا معلم. عايز فلوس؟ لا فلوس ايه؟ خيرك مغرقنا يا حاج. انا عايز اسالك سؤال واحد. سؤال ايه؟ انت حبيتها ولا ايه؟ انت فاكرني ايه يا عم زكي؟ ما عنديش مشاعر يعني ولا حاسس. مفيش واحدة اتجوزتها الا لما اكون حسيت بيها. اي واحدة اتجوزتها لازم اكون حسيت بيها بالحب معايا. هتقولي معقولة ما تحب الاربعة وحسيت بالاربعة؟ معقولة؟ اه ايوه، احب الاربعة، ربنا يبارك لي فيهم يا رب، وبحس بالاربعة. الراجل يقدر يحب اربعة؟ مش كل راجل يروح يحب الاربعة يعني ولا ايه؟ مش كده يعني، بس الراجل يقدر يحب اربعة لو عايز يقدر. ما كانش ربنا قال له اتجوز أربعة وخلى الراجل يتجوز أربعة؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ هي بس هزتني يا زكي، هزتني بكلامها وقعدت تعيط، وانا دموع الستات دي بتهزني يا زكي. سبحان الله، بتبقى زي ما ربنا خلقها على طبيعتها، ضعيفة، ودي أحلى حاجة فيها، دي أحلى حاجة فيها. في طبعاً تقول لك لا، أنا ما بينش ضعفي قدام الرجل، ما ينش دموعي. عبيطة، لأن كل ما هي زاد ضعفها قدامه كل ما هو حس برجولته ومسؤوليته ناحيتها. تخيل، هو الإحساس عنده هو بيجي من عندها هي. بس هم ما فهموش كده، مش كلهم طبعاً. إيه. الحمد لله. يلا يا زكي، راحت لحالها.
مدرسة. علي النعمة مدرسة. اشتركوا الآن في قناة شوف الدراما الثالثة ليصلكم كل جديد.